إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون عباد الله، هذه وقفة نتأمل فيها في هدايات آية كريمة من كلام ربنا جل في علاه، يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها المؤمنون عباد الله، لننهل من هدايات هذه الآية ودلالاتها ومعينها العذب المبارك، ونتأمل في واقعنا وأعمالنا وشؤوننا وأحوالنا في ضوء ما دلت عليه وهدت إليه. أيها المؤمنون عباد الله، إن التعاون أمره خطير جدا، فبالتعاون عباد الله تنال المقاصد ويتوصل إلى الأهداف وتتحقق المكاسب والأرباح، أيا كانت خيرا أو شرا، نفعا أو ضرا، صلاحا أو فسادا، فإنما تنال المصالح بالتعاون على تحقيقها والتضافر على نيلها وتحصيلها. وبهذا يعلم أيها المؤمنون عباد الله خطورة أمر التعاون، وأن المسلم لا بد أن يزم نفسه في هذا الباب بزمام الشرع وهداياته. وتأمل ذلك في ضوء هذه الآية الجامعة لهذا الباب، حيث يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فثم نوعان من التعاون: أمر حض عليه الشارع وحث عليه ورغب في فعله لعظم خيراته وكثرة بركاته وجمال عوائده وفوائده، ونوع آخر من التعاون ما أعظم شره وما أكبر ضره وما أسوأ عواقبه ومآلاته. عباد الله، والمؤمن العاقل يتأمل في نفسه وأعماله من أي هذين الصنفين هو؟ أهو ممن يتعاونون على البر والتقوى أو من يتعاونون على الإثم والعدوان؟ ويزداد الأمر خطورة عباد الله في زماننا هذا الذي توفرت في أيدي الناس وسائل للاتصال كثيرة جدا، منها وسيلة يحملها أغلب الناس معهم أينما كانوا ويتواصلون من خلالها إلى من أرادوا وبأسرع وقت مما لم يكن موجودا في وقت سابق. وهذا يفيد عباد الله خطورة هذا الأمر، لأن كلمة يبعثها إنسان من خلال هذه الأجهزة فتصل إلى المئات بل الآلاف من الخلق، قد تكون محركة خيرا وقد تكون مهيجة لباطل. وكم من الأوزار والآثام والأضرار العظام ترتبت على مثل هذا الأمر
الذي لربما تهاون به صاحبه تهاونا عظيما ولم يلق له بالا. وهنا يبرز لنا عباد الله قول نبينا عليه الصلاة والسلام: فالرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، لما ترتب على كلمته من أضرار فادحة وعواقب وخيمة وجنايات لا حد لها ولا عد. عباد الله، إن الله عز وجل أمرنا أمة الإسلام بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. وهذا يعني أيها المؤمنون عباد الله أن الواجب على كل واحد منا في هذا الباب، باب التعاون، عندما يريد أن يقدم أو يحجم ينظر في هذا الأمر الذي سيتعاون مع الآخرين فيه، أهو من البر والتقوى فليقدم مستعينا بالله، أو من الإثم والعدوان فليحجم وليتق الله. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم أيها المؤمنون، إن أمر التعاون خطير جدا، لا يظن ظان أن إقدامه على هذا التعاون مع الآخرين أمر هين، لا والله، بل هو أمر في غاية الخطورة. كم بالتعاون حصلت من الأضرار الجسيمة والأخطار العظام التي تناولت الأفراد والمجتمعات، وكم أيضا بالتعاون حصلت من خيرات عظيمة ومنافع عديدة ومصالح جمة سعد بها الأفراد والجماعات. إذن وجب علينا أن تكون هذه الآية وهذه الهداية نبراسا لنا في هذا الباب العظيم الخطير عباد الله. ويدخل تحت التعاون على البر والتقوى كل حرص على نفع العباد بكلمة طيبة وخطبة نافعة وموعظة مؤثرة وأمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو دعوة إلى الله عز وجل أو علم ينشر أو غير ذلك من الوسائل والطرائق التي تنتشر بها الخيرات وتعم بها البركات. ويدخل في التعاون على الإثم والعدوان أضداد ذلك ممن يعمل على نشر الفساد وإذاعة الشر وتهييج الفتن وإشاعة الشبهات وتحريك أمور الفساد في أوساط الناس، فكل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. عباد الله، وإن من الضرورة في الاهتداء بهدايات هذه الآية أن تتأمل في حقيقة البر والتقوى الذي أمرت بالتعاون على تحقيقه وتحصيله ونيله، وأن تتأمل في الإثم والعدوان الذي نهيت أيها المؤمن أن تكون من المتعاونين عليه. والبر والتقوى إذا اجتمع فإن البر يجمع خصال الخير كلها فيما كان حقا لله أو كان من حقوق العباد، والتقوى تجنب كل ما نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه ونهاهم عن فعله. فكان حقيقة البر والتقوى إذا اجتمع فعل الأوامر واجتناب النواهي طاعة لله تبارك وتعالى وطلبا لرضاه. والإثم والعدوان يتناول الإثم كل محرم حرم لذاته، والعدوان كل محرم كان بسبب التعدي والتجاوز لحدود الشرع، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فمن تعدى حدود الله وتجاوزها إلى حيث نهاه الله عز وجل فعمله هذا عدوان، ومن ارتكب الأمور التي نهى الله تبارك وتعالى عنها ففعله إثم. والواجب على العبد أن يتجنب الإثم والعدوان، وأن يحذر أيضا أن يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان. أيها المؤمنون عباد الله، وثمة في هذا المقام أمر خطير يجب التنبه له، ألا وهو
أن من استروحت نفسه إثما ومالت إليه وكان من أهله فإن نفسه تأبى أن يكون وحده في ذلك الإثم. ولهذا فإن الآثم حريص على إشراك الآخرين في إثمه وإدخالهم في جرمه ومعصيته. ولهذا قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا. ويقال مثل هذا في جميع الآثام وصنوف وأنواع الحرام. عباد الله، لنتقي الله عز وجل ولنخف من عقابه وعذابه ولنراقب أعمالنا وشؤوننا وأحوالنا، وهل نحن في ذلك من المتعاونين على البر والتقوى أم نحن بخلاف ذلك؟ والكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نسأل الله عز وجل أن يعيننا أجمعين على التعاون على البر والتقوى، وأن يعيذنا أجمعين من التعاون على الإثم والعدوان، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله حمدا كثيرا أحمده تبارك وتعالى بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا رعاكم الله أن تقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، لنعلم أجمعين أن هذه الحياة ميدان امتحان ودار اختبار، وكل سيلقى ربه بما قدم في هذه الحياة. فهنيئا ثم هنيئا لمن ملأ حياته خيرا وبرا وتقوى لله عز وجل في نفسه، وعملا على تحقيق ذلك ونشره بين المسلمين. والويل ثم الويل لمن كان بخلاف ذلك، فكان بنفسه صاحب إثم وعدوان وعاملا في مجتمعه على نشر الإثم والعدوان. والله جل وعلا تجتمع الخلائق عنده تبارك وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.